السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. معكم فريخ، بغيت اليوم ندير لكم واحد ستوري تايم صغير وان شاء الله يكون فيه العبرة كيفاش الواحد يتعامل مع الاب ديالو الى كبر في السن وما يكونش ابن عاق. يلا نشوفوا القصة ديال الاب اللي تعلم درس من الابن ديالو الصغير. يلا نبداو. هذا واحد النجار كان عايش في واحد القرية بعيدة، هو والابن ديالو والزوجة ديالو، وكان معاهم باه. الأب ديالو كان كبير في السن، ولكن النجار كان كيتعامل مع باه بواحد التعامل اللي خايب فض. كان كيقدم ليه طعام الماكلة، يعني الطعام، تواصل في الإناءات والتواصل اللي موسخ وديال الطين، وكان دائما كيعطيه الماكلة قليلة غير باش يسد الجوع ديالو الأب، هداك الأب ديالو. وماشي غير هكاك، كان كي يعاملو معاملة خيبة، كان كي يعيرو ويسبو ويغوت عليه بهضرة بكلام اللي تي خلي ذاك الأب ديالو كيحزن وتيبقى منكسر. ولكن كاين واحد نقطة الضوء هنايا في هاد القصة، أن الإبن الصغير كان دائما كيحسن المعاملة ديال الجد ديالو، كيتعامل معاه ويقول ليه كلمات طيبة، فيما كيشوف جدو يعني واحد الحزن ولا هذا كيمشي كيفوج عليه ويضحك معاه وداكشي. واحد النهار هذاك النجار دار عشاء مزيان، نزلو تعشاو كاملين العائلة، الابن والزوج ديالو والاب ديالو. ومسكين الاب طاح منو الطبسيل وتهرس تكسر يعني، هو ينوض ليه نجار ناض وبدا يسب فيه ويعاير وخلى فيه ما قال. ومسكين الأب بقى شد بلاصتو مريح مصدوم، ما قدرش يرد، ما قدرش يجاوب، وبدا كيشعر مسكين عارف واحد كي كبير في السن تيبدا يقول شو دابا هذا كبر تقدو كتافو ولا باغي يدي عير فيا، ما قدرش يجاوب مسكين. والدري الصغير مسكين كيشوفو ما قدرش يدافع على الجد ديالو قدام الاب ديالو، حيت الاب ديالو كان قاصح. المهم الغد ليها شباب الخوت خواتات، النجار مشى الصباح للمحل ديالو اللي كيخدم فيه، كيلقى الولد ديالو خدام. قال لي اش كدير اولدي؟ قال لي كنصيب طبصيل. لمن؟ قال لي كنصيبو ليك. قال لي علاش؟ قال لي فاش كبرت انتايا وتلقى طبصيل اللي ما كيتهرش وما كاين ما احسن من الخشب نصيب لك به طبصيل، باش الا طاح ليك هذاك الطبصيل مع فاش تكون كبير ما يتهرش.
وحيتها الوالد راه كما كتعرف التباصل ديال الفخار وهادي تكونوا غاليين ولا تهرس، قدرت انا نبدا نعاير ولا هادي والله اعلم. ويبدا الاب كيبكي كيبكي كيشوف ولده بحال هكا وكيبكي، وعرف بانه راه خطب مع الاب ديالو ومشى مشى عنده. من تما خدا درس من عند الابن ديالو ولا كيتعامل مع الاب ديالو طريقة زوينة بالعمل الحسن. وهنايا استفد الاب من النصيحة ديال الابن ديالو ولا كيتعامل هو مع الاب ديالو بطريقة زوينة. ونتمنوا ان هاد القصة ستوري تايم صغيرة خفيفة تكون نالت الاعجاب ديالكم. تحياتي لكم، نشوفكم قصة ستوري تايم واحد اخر. تحياتي و peace and love.